اشترك مره ثانيه وبدا ينفخ في نفس الوقت في بوابه الحكومه المصريه وهي زلده. هذين صخور ناريه من وسط ليبيا. هنا متحول اللي هنا نقوله هذا نشوفه هو حوض الكبرى، ما فيش نمط اللي ما فيش صخر طبلة اللي هو غني بالمواد العضويه اللي تنتج لي الهيدروكربون. هذه الشجره واضحه الشكليه بعض الشجار موجوده، غير شنو تمت عمليه احلال للنسيج الصخري بمعادن فضل الشكل الصخري. نشوف هذين كله تميز به نوعية شجار تختلف عن منطقة ثانية، وحاجة ثانية مش غير نوعية الأشجار، منطقة نهرية تميز به اللي هو وجود هذه الكائنات. طبعا التشكيلة شو فيها الكتاب هذين كائنات أسنان ترش، هذين من منطقة مرادة، هذين والباقي من منطقة الصحابة. هذه محفوظة بالشكل الكامل، شوفوا الرسمة تحت الشجرة موجودة عندي بالكامل.